السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائنا لإخواننا في الأردن بسبب وفاة أطفال مدرسة كانوا الظاهر أنهم رايحين في رحلة سياحية في منطقة البحر الميت، فتوفي نتيجة الفيضانات وانجراف الماء 8 أطفال وأعتقد 12 جريح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن وأن يحفظ أهلنا وإخواننا والمسلمين في الأردن وفي كل مكان من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أكرر عزائي وأعزي أهالي الأطفال هؤلاء، أسأل الله أن يرزق أهاليهم الصبر والسلوان وأن يصبرهم على هذه الفاجعة. الفتن هكذا والابتلاءات موجودة، وما علينا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان عندما يصاب بابتلاء وفتنة ومصيبة ليس له إلا أن يسترجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فبشر الصابرين. هذه بشرى من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.